لقيت حقيبة معمرة بالأورو، 10,000 أورو. امبوسيبل. شوفوا جبتكم عند واحد تركي يهودي متخصص في الساعات. ايوه شوفوا الباتيك فيليب. This one is 220 يورو. معشوقية صبانجا، واحدة من أفضل الأماكن للجزائريين كيجوا لإسطنبول. يا حشمة فيه للرجال فقط، أحسن عسل في تاريخ البشرية. تركيا، بعد ما زرتها العام الماضي وعملت لكم فيديو على الأكل في إسطنبول، هذه المرة الحكاية تبدلت. تركيا واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم. تركيا تعلن الحرب على العنصرية. أسعار في تركيا ولات خيالية. ما وراء الكواليس كما يقول هو يا ابن اليهودية. بقينا في شيء عجبوني ما تكنيكيوش. هنا تجهز نفسك وتصدم. وقال المولى تم حبيبنا تاع الجياني من هيمنت راهو يجي يسلع منا. ساندويتش على طريقة عجيبة غريبة، شغل نص ساندويتش هاوليك. سلام، اهلا وسهلا بكم. ولينا لكم مدينه جديده، بصح هذه المره الفيديو حيكون مختلف لانه هذا البلد ولا هذه المدينه زرناها من قبل، ولينا الاحسن مدينه بالنسبه لي. فيديو اليوم اسطنبول الموسم الثاني. يلا مرحبا بكم في معشوقيه اجمل اماكن تركيا. في اسطنبول حيكون مختلف، راح تجوزوا معايا فيديو على طريق في الفلوق وفيه الاكل وكم حنتستمتعوا. ريحوا برونشي حتى الدقيقه الاخيره. يلا صباح الخير مباشره من اسطنبول الجميله. انتم عارفين انه اسطنبول المدينه الوحيده في العالم اللي مقسمه ما بين قارتين، نصف اسطنبول موجود في الجهة الاسيوية ونصف اسطنبول في الجهة الاوروبية. احنا الان رانا في بيلوكدوزم الجهة الاوروبية ورايحين للوسط البايازيت وين كل الاحداث المترقبة في هذا الفيديو. من الاشياء الجميلة في اسطنبول انواع النقل، واحد منهم اسمه الدولمش، باصات صغيرة تتنقل من مكان لمكان. يلا هي الاولى اللي ناخذوها باش نروحوا البايازيت. هذا كما قال لك هذا يعطولو ترونسبور بين الحومات، اخيب ترونسبور في حياتك. الغاشي وشبهني بوسمو هذاك تاع اللي في البوستا فلوساندي دي جي 5 القبه بن عكنون. كيف كيف دي اداه التنقل نديروا عليها ستوب. مترو بوس عبارة عن بوس يمشي في راية لوحده. أنا هذا دائما مسلكني وهذه مليحة فكرة لو كان يعملوها في الجزائر. موجود في وسط طريق سريع، منا سيارات هو في الوسط عنده اللاين تبعه يتنقل من بداية اسطنبول حتى نهايتها. يقولوا له مترو بوس لأنه هو عبارة عن مترو يتمشى في طريق لوحده بس باص. هذا الطريق السريع وهذا الطريق السريع والمترو باص لوحده يمشي لهنا في هذ الاثنين. لازم نشارجي ولا شوفوا عملية الشارجة كيفاش نعمل. هذه بطاقة تشتريها كي تجي لإسطنبول وتعملها شارج. أنا شحال يقول لك عندي 15 ليرة. شوف هذه ورقة زرقاء ديرك. ورقة زرقاء ديرك هاي تحطها كم وتحط هنا الورقة الزرقاء ديرك. Kartınızı alan işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. 115. Halas yallah. Minno. Hadi dukat işleri. La hadi. Eyvah. Metro bus. تسيل الفيديو لوكون كنت تسيل يدخلوا الفيديو لوكون نتاعو تلقاو اون سمون مود كاريسات سيد مي سلاتك ولا لا. عبركم هنا في تركيا يومهم كاع يبداوه بالسيميت
الخبز التركي. وانا وقيلا في دائما نجي لتركيا وقيلا تاني مره نجربه. خلونا نجربه الصباح السيميت. وش هي احسن واحد، بالنوتيلا ولا بالتشيز بالفرماج؟ ولا ميكس؟ لا، نوتيلا وجبنه. يلا، هذه ارخص حاجه تلتقي معها في اسطنبول، سيميت ب10 ليره، وتلقاهم في كل مكان، الكرارس هذو في كل في كل الاماكن. ها نوتيلا، ومن بعدك يدير فوقها الفرماج، الفرماج يديره من الفوق. وحد البرد راهو السيميت، تجربة السيميت اليابس البارد الصباح مع النوتيلا والفرماج والتشيز. بسم الله، والله غير ميكس خطيرة. عليكم مالح حلو، هذه الفكرة حتى اليوم صاحبي باش قال لي جربها، ما كنتش عارف اللي يمشوا الاثنين، بصح هذا لازم له يروح معاه شاي مع الصباح كأنه جماعة الخير. السناك صباحي، تكون ماشي في الطريق تشري السيميت، بصح لازم يكون ميكس جبنة وشوكولات. نكست. وهذه هي اسطنبول، بلد العشوائية، تكون تمشي في كل مكان أكل. كنت نمشي شفت هذه الأكلة الغريبة هاي الكبيرة، ساندويتش لحمة. لحم أبي؟ لحم خروف. لحم خروف؟ ممكن تعمل لي ساندويتش؟ ساندويتش؟ يس، لحم خروف صغير. يا شوف، هو مطعم وقدامه واحد يبيع سجائر عادي، بيروطابة داخل مطعم نورمال. شوف، ومن هنا يبيع الدخان. أبي وين الشاي بالأمس؟ في تركيا دائما جديد، قال لي كاورما اسمه. عمري ما التقيت مع الساندويتش هذا واسمه كاورما، ما على باليش انا اول مره. شوف، والخبز جميل. اوه، ترتاح ذهنيا وعقليا. والله من اجمل البلدان والمدن اللي دائما نحب نزورها كي نكون تعمل ساندويتش على السريع في الطريق، من اجمل ما يخدم، يخدموا بالقلب. للعلم هذا الساندويتش 150 ليره بالجزائري، 100,000 جزائري، بالاورو 4 اورو. عندها المرة اللي فاتت كعملت حلقة أكل الشوارع في اسطنبول، الأشياء كلها تقريبا ما تعدى أورو. هادو تاع أكلة الشوارع تاع برك. كمل الساندويتش كاح تستمتع. دوقو دوقو. صديقي اللي يصور فيا مولود، هو اللي صور معايا الفيديو تاع أكل الشوارع في الجزائر اللي راهو 1,700,000، واللي صور معايا فيديو اسطنبول. عجبك ولا لا؟ لا 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 ما عجبوش مولود. أنا والله غير من أحسن الساندويتشات. جماعة الخير، على العنصرية وكيفاش ولات الترك 2023، راني نتكلم مع صديقي والله راه عنده الحق. هما العرب اللي جاوا بزاف لهنا ولاو شغل يتمعلموا عليهم، هما عندهم عقلية شوية كيما تاع الجزائر، مكسرين من راسهم. قالوا ادي نقودك وروح، نهاني نمشي نصور، الناس يفتحوا لك المطاعم ما يقول لك شو، علاش ما تصورش تاكل تجلس ولا واش؟ قال صديقي. السلام عليكم اخي، واش واتس يور نيم؟ ادريس. ادريس نا تركيش. ادريس تركيش. والله شوف فاش يتهلا يجيب لك كرسي. فيري جود كاستمر سيرفيس. اشتري لي ماكسان تشوك اشتري. ها يو جود بيتر ذان ماي نو اوبن شوف نو جود جود والله جود والله والله نايس. يو لايك ماي عجبه اسناني. ادريس جينز. جينز اه نايس. عنده لي جين تاع نسا شغل اللي وريهم الحوان ليك، حانوت صغير شوف، وتدخل ديركت عنده. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. جماعة الخير، تبعوا هذا السنتر كوميرسيال معمر بالإفريقيين، سنتر كوميرسيال كله ماركات عالمية كلها فيك ألفي كل شيء كل شيء. مولود هاي ادخل معي عند ألفي. نقول من يدان صوره ولا لا؟ طيب أبي ممكن فيديو يوتيوب؟ يوتيوب ممكن فيديو؟ ما حبش يخليني نصور، يخافوا يغلقوا لهم. عندك انت صاحبك فوق يخدم السيكل، صعيبه باش لهنا تصور. شوفوا جماعه الخير كاع الاوريجينال الموجود ليه. غوتشي غوتشي مرميه لهنا. شوف لوي فيتون برادا
برادا عبركم هذه الاوريجينال برادا كم تعمل هنا يا وين يبيعوا الكوير اللي يخدموا به الصك قاع انواع الجن منه سما هنا الاتراك يجوا يشرو منا باش يخدموا صح. انواع الجلد الصاك كله هنا شوف هادو التركانات كما يقولهم التوانسة الاشياء اللي يعرفهم الاماكن اللي يعرفهم غير الاتراك شوف شغل سكويد جيم وجمال خير جبتكم الوحده للمكان جميل جدا انا بالنسبه لي كل ما نجي البقلاوه ارخص بقلاوه لهنا في بايازيت ما نقدرش نقول لكم كيفاش ما عندوش ما باش نوري لكم وشوف هاولي قدام هذا بوند باش تشوفوا على المكان هاوليك طادو متخصص في البقلاوه يجوا له تزيريين ويبيع العسل الملكي العسل الملكي هنا في بايازيت للرجال فقط احسن عسل في التاريخ البشريه شو اسود هذا كيف يعني هذا نفس هذا بس امبلاش فرق يعني اوكي كم وحده كامله 12 حبه في دبره وين باقي اعطيني وحده كامله اعطيني وحده كامله كامله مالك جماعه خير يس يقبل ممنع يقبل كل يعني هذا اوكي 1300 درهم كل كيلو بقلاوه جماعه خير اجمل بقلاوه هنا في بايزيد اعطيهم الادرس وين المكان المكان وين هذا متحط باشا جادس بايزيد 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 بالعربي يتكلم عربي باشا اخوي متحط باشا طريقة اسم متحط باشا نص كيلو 150 50 صح معروف ابي اعطيني شي بقلاوه ابي هاي لك ارخص بقلاوه حتى الدواوات كلش هذا الدواوات تاع الفيك هذا وين دخل تزيري الدا قال هذا شريكه قال لي مليح الزدر ابي اعطيني ندوق بقلاوه طبعا واش تدوق اخوي موديل اعطيني موديل احسن موديل عندك كله احسن راك تولي مشهور انا يو تادو محل كله الجزائري كله يعرف اخوي هذا انا شريكه تادو مالك جمال شوفوا الجمال شوف هاتش بي جاب دعمو ذهب جماعة الخير قال لي 300 اوكي قال لي 300 اللي هي عبارة عن 8 باوند غير رخيصة وش بيك هاليك طادو والله غير 8 باوند هادي ب 8 باوند 8 باوندات سمى 8 باوند شوف 8 باوندات تقسمها على 12 اطيح لك الوحده على باليش انا اقل من بوندا خلاص ابي ندوها هالتي تروح معايا لندن متخصص في المشاوي جماعه الخير شوفوا عادي كبده بصل بقينا في شيء عجبوني ما تكنيكيوش والحاجه اللي راهم ماركتها ما عندهم لا مايونيز لا كيتشوب في الطرف كلها بهارات صاحبي اللي ساكن لهنا في تركيا يجيبني لواحد الاماكن واحد الريستورونات مستحيل واحد توريست يطيح فيهم شوفوا غير الريستورونات في المخبيين شوفوا هذا ريستورون شوف داخل سوبر ماركت مطعم وراه يبيعوا الملابس بي فنان انت على بالك بنا حبيبي الله على شو كبدة شو مي؟ شاورما وكباب الكباب التركي اوكي والكبدة كمان نايس ابي لحمة خبز هاك يس بو الدجاج دجاج لحمة دجاج دجاج عادي كبدة بصل بقينا في شيء عجبوني ما تكنيكيوش والحاجة اللي راهم ماركتها ما عندهم لا مايونيز لا كيتشوب في الطرف كلها بهارات هاني كبدة بصل شلاضة شوية بصلات ويلا هو التكل على الله تشوف عندو كبدة تبدا معاه غير في تركيا تغرقو من تحت بسم الله فهمني شي انا الحمد لله الاماكن هادو منين تجيب فيهم انت يا الاتراك هادو عندك الاتراك انت وين تلقاهم الاتراك يجيوك تاكل عندهم صدقون على بها مليح تكون مع واحد لوكال هنا في هذا اسمع عايش لهنا تجي تورس وحدك تموت ما تلقاش تلقاهم غير الاتراك
ساندويتش كبده صح ماشي كبده كما مالفين تعاودوا ناكلوها في الجزائر ولا كبده على الطريقه التركيه بالبهارات التركيه باش تدخل في المود لازم لك الايرون شكرا لك جبتنا لهنا نفس الحاجه الوحيده اللي نقول لكم تغيرت في اسطنبول الاسعار اسعار بمتناول ما تقدر بزاف دوكا الان هاد زوج ساندويتشات كبده 8 باوند الاثنين ساندويتش 4 باوند ولا 6 اورو تخيلوا ساندويتش كبده هذا كان ما يتعدى 2 اورو ولا 2 باوند عامين من قبل اسعار في تركيا ولات خياليه لهاد الناس اغلبيه الناس راهم يسافروا من تركيا لانه الاسعار واحد ما ولا يقدر له انا استغربت وعندي العام الماضي جيت هذا العام اكثر كلش ثلاث مرات مرتين علاش اسطنبول حاب نصور فيها تكون تمشي هكذا واش قال لي واش كاين صديقي دكان صغير يبيع شاورما معروف شوفوا شوفوا الناس والله غير كما يقولوا توانسة تركانة هذا وهذا بين باللي شعبي 100% باسكو لهنا لهم كاع اتراك جاي ما تعرف لا متحف ما تعرف لا بارد مركزي لا بوستا ولا والله غير تتلف لك شوفوا شوفوا كيفاش مخدوم الحانوت على بالكم المانيو لهنا بلا غرام عمروا راسكم 40 غرام 55 ليره 65 غرام 95 ليره تبعوا معايا هاولي بالجراماج تحبوا طويل قصير عريض كيما تحب هاي سهله الحكايه هذا هو المنيو غير تستغربوا بالكم تقبه وفيها 10 خدامين لداخل الله شان عندهم شاورما بس شاورما من اسطنبول نو مع الشاورما عندي مملكه اسطنبول شتو علاش اسطنبول يجوها بزاف توريست الحياه كثير بسيطه شوف ساندويتش الاشياء اللي تعيشهم في اسطنبول ما تعيشوش في مكان واحد اخر شوفوا ساندويتش على طريقه عجيبه غريبه شغل نص ساندويتش هاوليك تضرب شحال هذا جا دولار اورو كم بسم الله 3 اورو وبيان سير انا من عشاق الايرن لازم كي تجي اسطنبول غير الايرن تعيش از لوكال تعيش كيما السكان شارع كله سلاح شوف بصح لازم اظن لازم لك تصريح باش تشري منا على بالكم هادو لي في زياب ديريكت شتو شت صور اي تصور ابي ابي ويرون ممكن على البروغرامير قال لي يوتيوبر اوكي تقدر تلعب شوف والله تبانك شغل ماشي تاع الصح والله خلصت عليك بالك اي راك بالك جميله جدا الاكسبيريونس تلقى روحك لداخل يا شوفوا لي شارجر تاع سيلونسيو كلش شوف شوفوا هذا واش عنده كاع ادوات الحربيه مطرقه شوف هنا تجهز نفسك وتصدم للملتم ديريكت وقال الملتم حبيبنا تاع الجيالي من هي ما نذكرش اسمهم احبائنا واصدقائنا وقيل راه يجي يسلع منا كما يقول هو يا ابن اليهوديه صدقوني يا فهمت بوكو تشوز انا اليوم داخل بايازيد اشياء غريبه عجيبه تشوفها الا في اسطنبول هي مليحه تكون تمشي في اسطنبول تلقى حانوت ريستورون تلقى حانوت جزائري تركيا مع الجزائر دبا
كي تتشاها في اسطنبول اروح قراند الدو بيتزا. السلام عليكم. درك لهنا؟ اه. ما كاينش بيتزا كاري ولا لا؟ افتاتش. واش عندك؟ وشنو هادو؟ كي تاكوسا. نهار قراند الدو. واش تاكل المينو دا؟ تاكل شي؟ ما بقى لهمش. الله غالب. شوف. تلاقينا مع التاكوس وهاد البيتزا وهادي وهادي. عطينا مورسو قراند الدو ندوقها. تزيري انت؟ وحده. تزيري انت؟ ايه وحده. ولا عطيني ساندويتش صغير كارانتيطا. تخدموها لنا الكارانتيطا؟ انت تخدمها؟ يا فنان. عطيني كيما راك هكذا نجربوا كارانتيطا في اسطنبول خويا. ساندويتش كارانتيطا. بسم الله. صح بارده. نتفكروا الجزائر. شنو عطينا؟ رخاي دهس. ها. ارخص حاجة في اسطنبول. كارانتيطا. حبيبي السلام عليكم. صح والله غير بنين. مو صح. كارانتيطا 24. كيفاش خديتو هذا؟ عبركم بلي داخل السوق المصري هادي صدقوني انفاق غزه. لو كان طلقني وحدي نتبحر. وانت كيفاش تفعل عليها جماعه الخير؟ دخلها منا ومن بعدك خرجها منا تعاود تدخل منا. انا شحال من خطره نجي هذا اللي يبيع الساعات بصح دائما تتلف لي ما نحكمهاش كاع منين. شوفوا جبتكم عند واحد تركي يهودي متخصص في الساعات بصح ساعات ماركات عالميه. انا عرفني به صديقي. كل ما نجي للترك نجي نزور ونشوف واش عنده جديد. شوفوا شوفوا اوب 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 اوب. واش دوك فاش يجبدهم هادو؟ رولكس؟ لا اعطيني موديل اخر. شوفوا الرولكس ديالو. ذيس رولكس جي ام تي. ذيس از بيبسي. بيبسي رولكس. شوف بيبسي رولكس. وجماعه الخير كواليتي ولا اروع وعامين عامين جارانتي. هاو ماتش ذيس وان؟ ذيس وان از 220 يورو. 220 يبيعهم بالاورو لهنا. يو سيل ذيم ويز اورو نو ليره. نو ليره. 220. شوف لا لا اعطيني موديل اخر مش نادر موديل نو ريلاكس. ويش موديل يلاك؟ دو هاف اي دون نو. لايك ذيس وان از باتيك فيليب. باتيك فيليب. شو مي باتيك فيليب. اوكي ايوه شوفوا الباتيك فيليب. يو كان سيت 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 والله سيت انت تايرد والله. الفيرجن تاع العربيه هذه بالعربيه. شتو الارقام بالعربيه. شوف باتيك فيليب شغل جماعة الخير الكاليتي تاع الكاليتي يا ماشي تمسخر. ما تحول ما تزول. شوفوا شوفوا لي ديطاي من الداخل. شوفوا شوفوا الديطايات. موتورة هادي يقول لك واحد 300 ولا فنان فنان على بالكم. صدقوني غير فنان. شوفوا هادي بالديام. اهو تستغربوا في تركيا هادي على بالكم. والله تستغربوا. هذا جاي داخل السوق المصري. اول دخله نتاع السوق المصري الباب الاول وين كان سيكوريتي تدخل. هو صعب ما عندوش ما عندوش ادريس. جماعه الخير صاحب الساعات باش نعطي لكم الادريس. اوكي هاي لك الساحه الكبيره تاع السوق المصري. الدخله تاع السوق اول دخله على اليسار تلقاوه. تدخل هون سيكوريتي على اليسار تلقى الدكان الصغير. تمام تمام. نكست المخابئ السريه. شوف منا طالعين المرصق. ما تعرف اذا عماره ولا مخزن ولا دكان. شوفوا دار دار. شوف دار هو حانوت. جماعة الخير شوفوا ما وراء الكواليس. شوفوا لهذا الناس. هذا حط موديلات فقط. من بعدك تجي يعجبك موديل يجيب لك منه ملايين تبعته لبلدك. يجوا منه يشروا الافريقيين الجزائريين. شوفوا الكواليتي. شوف لوي فيتو انبيا. شوف شوفوا جماعة بالصاشيط كلش.
كل شيء تمام. ساعدني عاد حط هالداخل المولد. والحكاية أنه شغل الليتست دائما يجيبوا غير الجديد مع الموضة. مثلا جوتشي خرج صاك الأسبوع الجاي، كيف عملية يسرقوا الموضة هالات؟ كيف يروح لفرنسا مثلا لوي فيتون يشري هذاك الصاك 5000 7000 10000 20 ويجي لهنا يعمل منه كوبي، والكوبي اللي يعملها هو يبيعها لأصدقائه واللي يعملوا منها كوبيات كامل. جماعة الخير شوفوا هذا الصاك ويدو شحال شبابه ألفي. هذا ما داك تلقاه يضرب به في باريس شاري 11 اورو تلقاه يضرب فيه في باريس يقول لك اوريجينال ويحطوا في السوشيال ميديا الناس قاع طايحين اوريجينال الفي وهو مشري من الطرك 11 اورو شوف ها صباح الخير جماعة الخير، يوم تاني في إسطنبول. الآن التقيت مع أصدقائي، رانا رايحين لواحد المدينة قريبة على إسطنبول اسمها سابانجا. هي ماشي بعيدة بزاف، واحد الساعة من إسطنبول، فيها مناظر جميلة تستمتع كأصدقاء. مهدي قول لي كابتشينو ولا قهوة كحلة؟ سينجل إسبريسو. سينجل إسبريسو مع بلقاسم كاسوست ميلودا الدكتور فلامينكو كلينيك خويا و الدكتور بوب. شوف بوب يا اخويا والله تقول الله ما فيها بوب. ماركوس دير شنو هذا بوب؟ انت ايش تهدف؟ دير نوادر بوب. الله غير شوف الله يبارك. ندخل طوالت حاشاكم لهنا الاتراك شيء كبير. سيرفيس في الواحد شوفوا الطوالت. الله شوف كل السوفيستيك. جماعه يلا مع بالقاسم كاسو نو است خلاص راني غير بالقاسم والله. مهدي يعيش معايا اول مره رحله شبابيه بدون است اول مره في تاريخ. والمكان جميل راهم يقولوا جميل، كاع الجزائريين يعشقوا في هذا المكان ويقولوا واحد من اجمل الاماكن كي تجي لاسطنبول لازم تزورها، لهذا رانا متحمسين شوية مع الشبيبه واعره اللي رانا رايحين معها. بعد ساعات من الطريق وصلنا الى سابانجا. صدقوني تغرك فو اسمه تغرك فو في شريعه تاع الجزائر. كيف شوف هنا كاين غير الشاليات والفيلات للكراء ويكند على الجبل. الثلج كشغل شريعه سواسوا مالك كصور استودر في ستوريات. معشوقية سابانجا واحدة من أفضل أماكن للجزائريين كيجوا لإسطنبول يعشقوا فيه. شوفوا الفيلا اللي خديناها تبع. ما شاء الله تدخل عندكم شومبرا لهنا تاع دو بلاص لهنا دوك نطلعوا دوش هوليك صانو. أيه. شفت كوزينتك ولا لا؟ انا شفت هاي وايد. اسمع مهدي والله غير تورداش لا بيسين واحد البيسين قال لك عومه في الماء سخون الماء. شوف الكوزين الله يبارك شوفوا لا بيسين الصالون ما شاء الله الجعلوله عباك لهنا عندهم شغل كلش تقدر تدير باربيكيو تقدر تدير كل الصبر تشوفوا والله غير المسخون يا جماعة الخير. عومة في البرد في سابانجا. طلعوا الفوقة تبعوا معي الفوقة. دار ما شريطها الله يا خوتي. خينا رحت أنا ديجا لبنغالو هكذا في شريعة. بصح لهناك شغل يعرفونها. شوفوا دوش تغسل حوايجك. هنا شومبرا وحدة. اسمع ما عمرها شنابر. هنا الدوزيام شومبرا. بعدك نعطيو لكم السعر تاع هذا شحال. هذا دوش وهاليك شومبرا ومنه الطول ديركت ما تفتحش هادي هاليك شوف ايماجيني الصباح تنور تشوف المنظر واو. من اجمل المناظر اللي تلتقي معها في حياتك هذه سابانجا شغل انستغرام سبوت يجوا من كل انحاء العالم باش يتصوروا فوق هذه الزجاجه هنا عندنا بيت الاعالي على بالكم ابكي كي يشوف حاجه عاليه يبداو يديه يعرفوا حاجه شوف منا تمشي فوق الارض
سيبي برانا في الطبيعة الخلابة، راح الفرد يقطع بسكور. أنا في منطقة وين الفريق راه يطيح. روى صدقوني روى، بصح هذا المكان ماشي اللي تجي ليه مع أبو بكر المصطاش، لازم تجي معاه مع الخليلة ولا غير مع السبوعة. لازم ترقلي البهجة. هذا مكان رومنطيقي ماشي مع لي موسطاش كيما نتوما. سمحوا لي برد البرد. واش يديلها؟ يديلها الكاجون. كاجون هذا ميكس تاع الكي، حنا نعطولو الكيجن بالانجليزيه. كيجن هذا سبايسي كيجن. واش باش يديروا لها؟ كي طيبوا ولا بكا؟ ابي ميكتان صونو، يدي ميكتان جاي كيوسنو صونو بهارات. بهارات يمكتان صون بعد ما تطيب. وفيها صوصات؟ نو ما كصوص، غير بهارات. ريق الباجي امو حاجه سخونه يا خاوتي. واحد البرد ولا هنا عباكم اللي كاع غالقينها، الحوانت مغلوقين ويبيع كلش لداخل. بصح لهنا صبر تشوف ابي كولد. تمام تمام. الداخل اي الداخل عندهم اسمه غالقينها. شوفوك باش مغلوقه تسمى الداخل عندهم شوفاش على بالي ما يبردوش. بلاد الشاهي وراه قالك تحبوا عليها كشغل خفيفه ولا تحبوها تقرمش كيف البطاطا. اوكي ابي تمام تقابي بيطار شي شيء. انت تحوس عليها تقرمش ولا شغل خفيفه؟ يوم شاطيفه خفيفه. انا ثاني خفيفه الثالث خفيفه مع نورمال. قرمش خذ رايي. قرمش قرمش تقرمش كي عود الصيف. خفيفه كي عود الصيف. والله غير عبك فنان هذا بالقسم. ماشي مستناو باش يكرموك. خفيفه يعود تعود سخونه تبقى سخونه. تقرمش تبقى كشغل البطاطا مغليه. مالا مالا ابي شويه شويه ماشي قرمش. هي قرمش لها ابي خالي. يا خويا يا خويا واش راك دير؟ واش رايك عبد القاسم؟ شي كبير يا عمري. مليحه في هذه البرده. واحكي لي على لي جي بيس. وانت ميلودا؟ ها ميلودا ما عندوش مشكل. والله الله يبارك. راهم الجماعه يتصوروا. بوب ستان فري عميق عميق جدا. بوب كذا عندهم هذيك وقت الماكله. هاي وجدت هاي وجدت هاي وجدت هاي وجدت. بطاطا وانا الاخر انا الاخر. البطاطا المقليه في درجه حراره صفر في صابنجو. مخي يحبس. هي بنينه اوفيسيال. عاد ادخل فيها ديرك. هاي هاي ده والله غير شي كبير يا عمر. الاجواء التركيه. تشكر ابي. تشكر ابي. هي بزاف. سيرتو لي زيبيس اللي فيها. اصلا قطعت. والله غير. اللي طاحت اكثر من اللي قليتها مادي. تجربه ولا اروع. ويا جماعه كاع مور اللي يقولوا. قال لك اليوم انت طيب لنا افير باربيكيو في الفيلا. يلا. جينا للسيفيرات. هاي خلاص رانا في الفيلاج نروحو نقضو وندير. واش نطيبو اليوم؟ وهذا تاعنا هيتم. واش نطيبو اليوم؟ واش مالحين؟ واش نطيبو اليوم؟ هذا كنديرو جوله هنا ونفكروك شي حاجه. عبالكم هيتم هو اللي ما فيه يجي لهنا لهذا الفيلاج. هو متخصص كل ويكاند يجي. طوماطيش لاط انا دينا شلاط. احنا بزاف طوماطيش الحرب ولا ها خلاص. الخيار الخيار جبتو الخيار؟ الخيار لا هاوليك الخيار ملي ها. الفلفل هذا هو الفلفل هذا الحار نو. بالقاسم جايب البان. انا رحنا باربو واسمو رانا جاي تحقق احلامك لهنا بالقاسم في زي بانجا. الحاجه المليحه في تركيا انه اللحم كله حلال. شو راك في اوروبا بصح اللحم كله حلال. انت مول في دير باربيكيو قول لي واش لازم ندو. اوكي سوري تاوي كاع لانها هي شغل فيلاج لهنا تسمى لي جو لهنا كاع اثر باربيكيو موجدينه. علاش نورمال اي فرماج اي فرماج انتوما تعرفوا. انا سناوي طبخه زيزان قولي. انا الحم الحم يا خويا يا خويا. وقول لي الكبده ديالهم كيما تاع الجزائر بنينه. لا لا الكبده ماشي بنينه. لا لا شوف الحم الكوت هذيك هذه قوه عندهم. الكوت هذه الكبده ثاني شابه هذيك. واش ليه كاع 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 شحال بنين يتشهى؟ واش البارح شريت؟ شريت واحد ستيك البنه تاع اللحم. ايه هما اللحم. ايه المرقاز جاب لي ربي نو. جابوا كبده. كبده مرقاز وخلط خلطها. شوفوا 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 المرقاز. شوفوا الله 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 الله. هنا هنا ما يكتبلكش حلال. اسمع حلال من عند ربي من عند لا ميزون. شوفوا بلا ما يكتبلك حلال.
شوف القضيان قلت لك كنت تخرج مرة دايرة في طايمة تاع شهر ما تصرفش صرفنا هنا بسم الله هنا رجال سخافين حبيت انا برك ما عرف السعر كم وانت وجد لي ديريكت كونفيرتي لي بالاورو للمتفرجين شحال تجي هادي كاع شوفوا اشترينا كاع هاد الاشياء راكم شفتوهم 3588 تبعوا ديريكت 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 نلقاو لها الحساب شوف 3590 اللي هي 100 باوند 125 دولار 113 اورو نورمال عادي ما كشغل الاسعار بمتناول كريستيانو رونالدو في الطرق نورمال هاد الشاريو 100 اورو هاوليك ويعطوا لكم معاه بالقاسم هاوليك خلاص حققتوا احلامكم حققتوا احلامكم خلاص والمليح يزيد هو يجي يشعل لك النار ثاني شوفوا شغل تاع بكري Burada çık mıcı biraz açtın sadece oksijen için değil mi? Yapsan lan yapılıyor. Çık çık çık. Müşteri de var. والله يا جماعة الخير شوفوا راهم مستمتعين بالسباحة يلا 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 رجلي البهجة وش هي؟ الله كويسون يا خويا الله كويسون يا خويا شوف شوف شمخة قاعد يا الله يبارك الله يبارك شوف 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 والله تتخيلوا لا بيسين من اجمل الاوقات شوفوا مستيكيو في الحاله بابا بابا اختصاصيين باربيكيو هادو الله يبارك الله يبارك في خمس دقائق اخر عشاء مع الجماعه في جبال جورجورا التركيه هاي ليك الباربيكيو الشلايض درت لهم على الحميس السلاطه الحميس جماعه الخير وراهي المرقاس جماعه الخير كان فلوق جميل جدا في تركيا الى هنا تنتهي سهرتنا اليوم ولاول مره نقول لكم الديستيناسيون الجايه وين وين الفلوق الجاي حيكون بالقاسم معك سوست كيفاش نبداها الرياكسيون يا مولود لا 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 يا لقيت حقيبه معمره بالاورو صدقوني بالله مانيش مآمن لا 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 شوفوا جيت نرمي القارورة شوف لقيت ساكودو من زبالة وهاي ليك ها ياه الله 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 شوفوا جماعة الخير ساكودو نو هدية تاع ربي رزقك yeah.